بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بيكم النهاردة وسعيد إن أنا أشارككم محتوى قوي جدا عن علاج السمنة. النهاردة هنكشف لكم تفاصيل لأول مرة ممكن تكونوا بتسمعوها، والمعلومات اللي هنديها لكم ديت مش هتلاقوها إلا في قناتنا، لأنها بنديكم معلومات كاملة مفصلة. هنعرف النهاردة مع بعض مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها، إزاي أعرف الوزن الصحي بتاعي، إيه هي الأدوية اللي إحنا أطباء تغذية في العيادات بنستخدمها، الأدوية الآمنة، وهنعرف إيه هي الأدوية الخطرة اللي منتشرة بشكل كبير في السوق بتاعنا، ومع الأسف ممكن تكون متواجدة في بعض الصيدليات بيتم الترويج ليها لغرض المكسب، وقد تكون قاتلة وتؤدي إلى الموت. هنعرف كل التفاصيل دي بس بعد الفاصل، انتظروا. ورجعنا لكم مرة تانية، خلونا يلا نخش بشكل مباشر بدون ما نقول كلام كتير. عايزين دلوقتي نقول مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها. من أغلب الناس اللي بتجيلنا في العيادات الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة، بعد ما تمشي دورة كبيرة جدا مع دكتور عظام ويديها المسكنات والمراهم والكريمات، وفي الآخر يجي يقول لها انزلي في الوزن. طب ليه يا دكتورنا يا محترم؟ انا لا اقلل، هناك اطباء عظام يضعوا فوق الراس ان هو بمجرد ان هو يكون عندها وزن بيمشيها على بروتوكول علاجي، ومع البروتوكول العلاجي يقول لها احنا السبب من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي سبب لنا المشكله ان احنا عندنا حمل على العضل، والحمل ده مش هيتحل لما احنا ننزل الوزن بتاعنا. فهؤلاء الفئه اللي دائما بتنصح ان هي نزول الوزن علشان نخفف الحمل على العضل بتاعنا، يبقى اول حاجه اول فئه امراض العظام المختلفه، الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفه الفئه دي محتاجه ان هي تنزل وزنها. نتكلم عن مرضى السكر. مرضى السكر لما انت تنزل وزنك هتبقى دافعه قويه جدا ان احنا بنخفض مؤشرات السكر في الجسم وبنوصله للمعدلات الطبيعيه. ومعانا ناس كتير جدا بمجرد ان هي تنزل في الوزن بتاعها السكر بيرجع لوضعه الطبيعي، وخصوصا السكر من النوع الثاني. وهناك ايضا بعض الحالات من النوع الاول بمجرد ان احنا نظبط نمط الحياه ونعمل نظام غذائي بتنزل في الوزن. فبرضه مرضى السكر. نتكلم عن مرضى الضغط. ايضا مرضى الضغط، مرضى تصلب الشرايين وامراض القلب او الاوعيه الدمويه، لازم نبقى عارفين ان الوزن الزايد بيبقى حمل على القلب بتاعنا. فطول ما في حمل موجود على القلب بتاعنا حتى لو بناخد ادويه القلب مش هنحل المشكله. عشان كده دكتور القلب الشاطر دايما يحول لنا الناس اللي عندها سمنه، علشان تلقائيا لما بتنزل في الوزن الحمل بيقل على القلب وتبقى دافعه قويه ان احنا نتخلص من المشكله. يبقى نلخص كده بشكل مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها. اول حاجه مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى تصلب الشرايين وامراض القلب والاوعيه الدمويه، مرضى الكوليسترول، الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفه. دي كده اغلب الفئه. اخر فئه ممكن نتكلم فيها الناس اللي زايد وزنها عن المعدل الطبيعي واللي هم عرضه ان هم يصابوا بهذه الامراض كنتيجه لزياده الوزن، زي السكر والضغط والقلب وتصلب الشرايين وامراض الكوليسترول وامراض القلب والاوعيه الدمويه. ده كده بشكل مختصر تكلمنا عن نقطه مين الفئات. طب يا دكتور ازاي اعرف الوزن الصحي بتاعي؟ هناك طريقة سهلة وطريقة نحن نستخدمها في العيادات، أو نستخدمها كحسبة، تقدر تقول إن هي حسبة نموذجية إن احنا بنستخدمها في العيادات. طب إيه هي الطريقة السهلة؟ إن أنا أطرح من الطول بتاعي 100، يعني يا سيادتك لو أنت طولك مثلا 180، لو أنت طولك 180 سنتي اطرح 100، يبقى أنت المفروض الوزن بتاعك يكون 80، أكتر من كده يبقى نقول في زيادة في الوزن أو بداية سمنة، وأقل من كده نقدر نقول إن هي نحافة. فدي الطريقة البسيطة لكن ليست الدقيقة. لما نيجي نتكلم عن الطريقة الدقيقة اللي احنا المفروض بنستخدمها في العيادات اللي هي مؤشر كتلة الجسم. طب ايه يا دكتور احمد مؤشر كتلة الجسم؟ ان احنا بنقسم الوزن على مربع الطول، الوزن بيبقى بالكيلو جرام ومربع الطول بيبقى بالمتر. يعني مثلا انا طولي 170 سنتي، بتضرب احنا بنحول السنتي لمتر يبقى متر و7 يبقى 1.7 اضربها في 1.7 الناتج اللي هيطلع ده يكون في المقام. احنا قلنا الوزن الكيلو جرام فوق على مربع الطول يبقى 1.7 في 1.7 ده المقام بتاعنا. البسط بتاعنا بيكون موجود في ايه؟ بشكل بسيط البسط بتاعنا بيكون في الوزن بالكيلو جرام. نقسم الوزن على مربع الطول، النتيجه لو طلعت بتاعتنا من 18.5 ل 25 ده الوزن الصحي بتاعنا، اقل من كده بيبقى نحافه، من 25 ل 30 دي بدايه سمنه، ولكن ليست سمنه وبنسميها زياده
في الوزن او اوفر ويت، من 5 من 30 ل 35 ديت سمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 سمنه من الدرجه الثانيه، واكتر من كده اكتر من 40 تبقى سمنه مفرطه او بدانه شديده. يبقى ده كده بشكل مختصر التقسيمه بتاعتنا اللي نقدر من خلالها نعرف الوزن الصحي بتاعنا. يبقى احنا كده عرفنا مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها، عرفنا ايه هو الوزن الصحي. نتكلم بقى دلوقتي ايه هي الادويه. طبعا قبل ما نتكلم عن الادويه من الضروري ان احنا نروح لدكتور تغذيه عشان يعد لنا نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه، بيراعي فيها المسموحات والممنوعات للمرض اللي موجود عندك، وبيحسب لك عدد سعرات حراريه على حسب طبيعه جسمك، وبيديك سعرات حراريه تكون اقل. احنا عشان ننزل 1 كيلو في الاسبوع محتاجين ان احنا نقلل من الاحتياج السعري بتاعنا 7000 سعر حراري كل اسبوع، يعني عشان ننزل كيلو واحد. فالموضوع محتاج حسبه، فروح لاي دكتور تغذيه شاطر كده موجود جنبك او في اي مكان قريب منك، اعمل نظام غذائي صحي. طب تعالوا اكلمكم بقى على الادويه. انا كطبيب تغذيه ايه هي الادويه اللي بنستخدمها بشكل امن في العيادات؟ انا اول حاجه لما حد بيجي لنا العياده طبعا بعد ما نعمل التحاليل ونتاكد ان هو صحيا بخير، بكل بساطه بنساله ايه هو في نمط حياته، بيصحى الساعه كام، بينام الساعه كام، ميعاد الفطار والغدا والعشاء، نوعيه الاكل في الفطار، نوعيه الاكل في الغدا، نوعيه الاكل في العشاء، هل بياكل بين الوجبات، هل بيحب اكل الحلويات، هل بيحب المشروبات الغازيه، واعرف طبيعه اكله ايه ونوعيه، ويصحى امتى وبينام امتى، علشان اعمل تقييم كامل. تمام، عملنا هذا التقييم الكامل لطبيعه جسمه، بنعمل نظام غذائي زي ما احنا قلنا كده متوازن متكامل متوازن بنراعي فيه المسموحات والممنوعات. يبقى دي كده النقطه رقم واحد. تعالوا بقى نخش دلوقتي في الادويه. بساله ايه، عرفنا بياكل ايه. فالناس اللي اكلها منوع يعني بياكلوا دهون بياكلوا كربوهيدرات، فيعني نقدر نقول الاكل بياكلوا من كل حاجه، ما عندهمش مثلا حاجه زياده، بنديهم حاجه اسمها شيتو كال. الشيتو كال ده كدواء موجود في السوق، في مادتين فعاله، في شيتوزان. الشيتوزان ده بيمنع امتصاص الدهون، وفي حاجه اسمها الجيمينا سيلفستر. الجيمينا سيلفستر ده نقدر ان هو بنقول ان هو حاجه بتمنع من امتصاص الكربوهيدرات. فهو لو اكله منوع يعني في دهون وفي كربوهيدرات، يبقى بكل بساطه بنديله حاجه زي فيها الشيت زي الشيتو كال اللي هي بيبقى فيها الماده الفعاله اللي هي الشيتوزان والجيمينا سيلفستر، عشان نمنع امتصاص الدهون ونمنع امتصاص الكربوهيدرات. ده بالنسبه للناس اللي اكلها منوع. تمام، خلصنا الناس اللي اكلها منوع. طب بالنسبه للناس اللي اكلها دهون اكتر، بالنسبه للناس اللي اكلها دهون اكتر بنديها حاجه اسمها زينيكال. الزينيكال فيه ماده فعاله اسمها الاورليستات. الاورليستات ده بيمنع امتصاص الدهون. يبقى كده يبقى الاورليستات بيمنع امتصاص الدهون، ده بنديه للناس اللي بتاكل دهون اكتر. طب بالنسبه يا دكتور الناس اللي بتاكل نشويات، طب النشويات زي ايه يا دكتور احمد؟ بكل بساطه نقدر نقول النشويات يعني الرز والمكرونه. الرز والمكرونه دي كده لما نيجي نتكلم عن النشويات، الناس اللي بتاكل والمحشي طبعا وكل هذه الاشياء ما يكون هو بياكل منها بكميات كبيره قوي، تبقى دفعه قويه بنديله حاجه اسمها الجلوكوزانول. الجلوكوزانول ده بنستخدمه في حال الناس اللي بتاكل سكريات اكتر. مع كل الناس ديت ممكن ناخد حاجه اسمها البران. البران ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتحسسنا بالشبع، ممكن ناخد منه حبه او حبتين قبل كل وجبه، ده برده من ضمن الحاجات اللي هتحسسنا بالشبع، ده برده من ضمن الحاجات الامنه اللي احنا ممكن نستخدم. بس لازم نبقى عارفين، من الضروري جدا لما نيجي نستخدم اي ادويه من هذه الادويه لازم ناخد فيتامينات. ايه هي الفيتامينات؟ احنا قلنا ان تلقائيا احنا بناخد حاجات بتمنع امتصاص الدهون في الجسم، واحنا اصلا الدهون دي بيدوب فيها فيتامينات معينه. طب ايه هي الفيتامينات ديت يا دكتور احمد؟ فيتامين A وD وE وK. فمن الضروري ان احنا ناخد مالتي فيتامين بيحتوي على هذه الاشياء، علشان الناس تجي لي والله يا دكتور انا استعملت الدواء التخسيس اللي انت قلت عليه وحسيت برعشه، حسيت بدوخه شويه. طب ليه بتحس بدوخه؟ لان هناك نقص في الفيتامينات كنتيجه لمنع امتصاص الدهون في الجسم. من الضروري ان انت لو بتستخدم اي دواء من هذه الادويه تاخد مالتي فيتامين، يبقى فيه فيتامين A وD وE وK. خلاص خدنا حاجه فيها مالتي فيتامين مع احد الاصناف كنتيجه لطبيعه اكلنا. ده كده بشكل مختصر. طب يا دكتور انا بالنسبه لي والله ده انا عندي سيرولايت، او عندي يعني عندي تقدر تقول ان انا بطني عندي ترهلات في البطن، ممكن نستخدم اي كريم كمضاد للسيلولايت. ممكن ناخد اي كريم كمضاد للسيلولايت. ممكن في حاجات كتيره جدا بقى ممكن نستعملها كحاجات طبيعيه ممكن نستخدمها بكل امان، زي الزنجبيل برده من ضمن الحاجات الفعاله لحرق الدهون وتحسن لنا من معدلات الايض في الجسم والحرق والتمثيل الغذائي. ممكن ناخده على مدار اليوم الزنجبيل. ممكن برده
برضو هناك بعض الاشياء الاخرى نقدر نقول مثلا القرفة برضو من ضمن الحاجات الفعالة جدا اللي هي تحسن لنا من معدل من معدلات التمثيل الغذائي الطبيعية. نقدر برضو نتكلم عن حاجات برضو تكون كعامل مساعد لينا وتكون من ضمن الحاجات القوية جدا اللي احنا ممكن نستعملها تبقى دافعة قوية جدا ان احنا ننزل في الوزن، زي مثلا شورت التخسيس، الشاي الاخضر ممكن نستعمله بشكل مستمر، ممكن مثلا وليكن فنجان القهوة مرة يوميا يحسن لنا من يرفع لنا من معدل الحرق. وبالنسبة طبعا للتجار، بالنسبة للأطباء التجار اللي موجود في عندهم ويقول لك لا هذا قهوة دايت، وهو القهوة هي نفس القهوة اللي هو بيشتريها من عند الدكتور، هي نفس القهوة اللي بيشتريها من بره، بس عشان دي واخدها من عند الدكتور ديت بتبقى ب 200 300 او ايا كان، او 200 300 او 500 جنيه مصري. ومع الاسف واماكن معروفه جدا بس مش عايزين نذكر اسماء لان احنا وجدناها ومن ضمن الحاجات المشهوره. فلكن اللي انا عايز اقوله بكل قوه ديت القهوه ديت تحسن لنا من معدل الحرق لو جبتها برده من عندك كده، وبس يعني تجيب حاجه جوده عاليه وخلاص، وبرده بالسعر الرخيص برده هتحسن لنا من معدل الحرق. فمحدش يضحك عليك يا اخويا ويقول لك دي قهوه دايت واستعملها وديت تبقى 200 وانت بتجيبها 50 جنيه مثلا من المحل اللي جنبك، بس حاجه بجوده عاليه. فمش عايزين نقع في فخ النصب لتجار الادويه. فدي كده بالنسبه للحاجه رقم 2 اللي احنا اتكلمنا فيها. برضو تعالوا نتكلم بقى عن ضمن الحاجات اللي احنا كده اتكلمنا مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها، عرفنا ازاي اعرف الوزن الصحي بتاعي، ايه الادويه بنستخدمها في حاله الدهون الاكتر بناخد ايه، في حاله الاكل المنوع بناخد ايه، في حاله السكريات بناخد ايه، وقلنا ناخد مالتي فيتامين بشكل عام يبقى فيه فيتامين الف ودال وه وكاف. ليه؟ علشان تبقى دافعه قويه جدا ان احنا نعوض الفيتامينات الفيتامينات اللي بيبقى فيها نقص عشان ما يحصلناش دوخه او تعب او كده. فمن الضروري جدا ان احنا ناخد مالتي فيتامين معاه. واتكلمنا دلوقتي نلخص بقى نقول وقلنا ممكن ناخد بعض الحاجات الطبيعيه زي الزنجبيل، ناخد بعض الحاجات الطبيعيه زي الزنجبيل او القرفه. اما دلوقتي هنتكلم معاكم عن الادويه الخطر. هذه الادويه بنقول عليها فيها ادويه مع الاسف، مع الاسف ناس كتيره جدا في الوطن العربي كله بتستعملها بشراهه كبيره جدا، ومع الاسف يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه. الناس بدات تاخد هذه الادويه بشكل كبير جدا، لكن العنايات المركزه اللي الناس بتيجي تاخد هذه الادويه وتترمي في العنايه المركزه ويحصل لها موت مفاجئ بسبب هذه الادويه، كان لابد ان احنا نتكلم عن هذه الادويه الخطر. طب ايه هي هذه الادويه الخطر؟ هذه الادويه بتحتوي على ماده اسمها السيبوترامين. السيبوترامين ده من ضمن الحاجات اللي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قالت عليها ان هذه أدوية التخسيس القاتلة. يعني ان انت تستعمل هذه الادويه من باب ترويج تجيبها من على مواقع التواصل الاجتماعي عشان وعدوك ان انت تنزل في الوزن، هتنزل في الوزن لكن لا تلوم نفسك اما تترمي في عنايه مركزه وتموت. يعني لا تلومن الا نفسك لانك انت اللي ما راجعتش للمتخصصين. دلوقتي يا جماعه موضوع التخسيس ده المتخصص يتكلم فيه وغير المتخصص يتكلم فيه. فاحنا يا جماعه انا دلوقتي كراجل متخصص جاي اتكلم معاكم بديكم بحياديه كامله عن هذا الموضوع. اي حاجه فيها سيبوترامين ابعدوا عنها. طب هل هؤلاء يتكلمون عن هذه الادويه ويقول فيها سيبوترامين؟ طبعا مش هيقول لكم فيها سيبوترامين، لما يجي يقول لك هيقول لك ده بتحتوي على ماده الكروميوم، تحتوي على الشاي الاخضر، تحتوي على الفيتامين ب، تحتوي على الطحالب الحمراء، وكل هذه الاشياء تفيد في عمليه الحرق والتمثيل الغذائي والهدم والبناء وتفيد في عمليه الحرق، لكن مش هيقول لك ان فيها سيبوترامين، مش هيقول لك ان فيها ماده قاتله. طب ايه هي الادويه المشهوره والمنتشره بشكل كبير جدا ومع الاسف تباع في بعض المراكز المتخصصه؟ اما انا اخش مركز متخصص والاقي فيها هذه الادويه تباع، معنى ذلك ده مش متخصص. طب انت اتخرجت بناء على ايه؟ بتبيع الادويه ديت بناء على ايه؟ هو يعني مع الاسف ان حتى هناك بعض المتخصصين لا يتحروا صدق هذه المنتجات. طب المنتجات ديت زي ادويه ايه؟ ادويه التيربو سليم، التيربو سليم والفيا اناناس والفيا مانجا ومش عارف ايه، كل هذه الادويه بلا استثناء استخدامها نقدر نقول ممكن تترمي في عنايه مركزه، وهناك حالات شديده جدا بنراها في العنايه المركزه بسبب استخدام هذه الادويه، ومعظم الناس اللي بتستخدم هذه الادويه بتحس بضربات قلب سريعه جدا. ما تلومش نفسك اما تيجي تترمي في عنايه مركزه او تعيش بمرض مزمن طيله حياتك نتيجه استخدام هذه الماده. بنحذر بشكل مستمر، ابعدوا عن هذه الادويه، السيبوترامين ابعدوا عنه. اللي طبعا الراجل اللي هيجي يبيع لك هتيجي تساله تقول له فيها سيبوترامين، مش هيقول لك فيها سيبوترامين، وحتى مش مكتوب على الدواء لان هذه الادويه كلها مهربه. يعني مثلا
سواء كانت بتخش مصر او بتخش اي بلد في اي مكان في العالم بتخش على عن طريق التهريب لانها غير مرخص بيها في اي دوله في العالم، تباع بشكل عن طريق التهريب فقط، ومع الاسف تباع في احد المراكز المتخصصه. ابعدوا عن السيبوترامين، ابعدوا عن التربوسليم، ابعدوا عن الفيا اناناس، ابعدوا عن اي ادويه من هذه الادويه، ارجعوا للمتخصصين قبل ما تستخدموا هذه الادويه. الادويه فقط اللي احنا قلناها زي الاورليستات والريجيماكس وهذه الادويه فقط المرخصه واللي يمكن استعمالها، وبرضه ترجع للطبيب قبل ما تستخدمها. وبكده نكون لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه، وقلنا قلنا مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها، اتكلمنا ازاي اعرف الوزن الصحي بتاعي، اتكلمنا عن اهميه النظام الغذائي، اتكلمنا عن الادويه اللي احنا ممكن نستخدمها في حاله الاكل المنوع وفي حاله الكربوهيدرات الزياده وفي حاله ما احنا ناكل نشويات زياده وفي حاله الناس اللي بتاكل دهون اكتر، وعرفنا الادويه الخطيره اللي ممكن تؤدي الى نزول في الوزن لكن ممكن تؤدي لنا الى امراض مزمنه نعيش بها طول حياتنا، وطبعا تؤدي الى سكتات دماغيه وجلطات وموت مفاجئ تكلمنا عنها. ونختم كده مع اي حاجه بنتكلم في التخسيس، بنتكلم عن نصيحتين اساسيتين. بنتكلم عن شرب الميه، وبنقول ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، بنقول ان 90% من الدم بتاعنا ميه، اي حاجه بتحط فيها ميه بتحط فيها حياه، يقول الله عز وجل واجعلنا من الماء كل شيء حي. بس بنقول لو انت عايز تنزل في الوزن بنتكلم عن شرب الميه كميات ميه كبيره، لكن ممنوع شرب الميه اثناء الوجبة او بعد الوجبة. ما نقول شرب كميات مية كبيرة يعني بنقول 3 لتر 4 لتر، لكن اكتر من كده ممكن يكون فيه خطر، اقل من 3 لتر او 2 لتر ممكن يبقى فيه خطر، فهو لا افراط ولا تفريط. ما نيجي نتكلم عن شرب المية، ممنوع شرب المية اثناء الوجبة او بعد الوجبة، شرب الماء دايما يكون قبل الوجبات. نتكلم عن طبق السلطة خماسي الالوان، نلخصه بشكل سريع، قبل كل وجبة يبقى فيه طبق سلطة خماسي الالوان. طبق السلطة خماسي الالوان ده فيه اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا، اللون الاحمر زي البنجره والشمندر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي زي الجزر. طبق سلطه جميل لذيذ كده يتحط قبل كل وجبه ناكله، ده يحسسنا بالشعور بالشبع السريع لانه فيه كميه الياف كويسه، زائد بناخد منه الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي احنا محتاجينها. الناس اللي بتعاني من تساقط في الشعر، الناس اللي بتعاني من مشاكل عدم نزول في الوزن، طبق سلطه خماسي الالوان كعامل مساعد. والناس اللي بتبص على انظمه الرجيم او الانظمه الغذائيه اللي احنا بنعملها، لو بتخلو من طبق السلطه لازم يبقى فيها مشكله، يبقى احنا دي اللي بنتكلم مع كل وجبه طبق السلطه خماسي الالوان نحاول نحطه. دي كده حياه في حاجات في نمط الحياه. يبقى قلنا شرب الميه مع طبق السلطه خماسي الالوان نقدر نستعملهم بشكل قوي، وقلنا اتكلمنا بقى دلوقتي عن الادويه الخطر خلصناها، وبعيدوا عن منتجات التربوسليم وهذه الادويه اللي ممكن تؤدي الى الموت المفاجئ. فاسال الله عز وجل لي ولكم العافيه. لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله بخصوص هذه الحلقه اكتبوا في التعليقات، ان شاء الله رب العالمين هنجاوب على كل الاسئله. وما لو انت حسيت ان انت استفدت حتى لو استفاده بسيطه اضغط لايك، لو مش عجبك الفيديو اضغط ديسلايك، وقول لنا سبب نقدك لهذا الفيديو علشان نطور ونعدل بشكل مستمر. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطيه دهشان، دمتم بصحه وعافيه، باي باي.